طيب الوالدة ايش من الادوات تسوي بالساف؟ نسوي لها عصير ونسوي لها خاف ونسوي لها كل شيء. سجادة هذا السجادة ناصلة. الوالدة خبرينا هذا ايش اللي تسويه؟ كحل من الجبل من اشجار، اشجار سدر جذورها نفحمها بعدين نسويها كحل. خبرينا الوالدة عن هذا القربة، كيف تصنع وايش اللي فيها استخدام؟ تصنع من الجلد الماعز، نحط اللبن مع الحليب ونكونه في القربة وننقشه. يعني تحصل السمن واللبن؟